نكمل هذه اللقاءات. خالد الغنام الذي غادر مع منتصف الشوط الثاني. خالد تفضل، أحييك ورحب بك، أقول لك هارد لك. لم تكن البداية المتوقعة من المحبين لفريق يرشح دائما للدوري والبطولة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اليوم جاتنا أكثر من فرصة يعني ما استغليناها، لكن أقول هارد لك الجمهور النصر وألف مبروك للفتح، وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. ما كنت قادر تكمل 90 دقيقة، أو وجهة نظر فنية؟ لا لا لا، وجهة نظر فنية، وأنا عادي مستعد أخدم نادي النصر أي وقت ألعبه. صحيح أنك خسران، بس قصة الهدف قصة جميلة، شوفها معك يمكن أو مرة أو مرتين، الثالثة ركبت معك. الحمد لله، توفيق الله، إن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. إيش اللي ما خلاكم تسجلون أكثر من هدف، خصوصا أن الفرص كانت كثيرة في خط 18؟ كل التركيز، بداية موسم تعرف رتم مختلف، فإن شاء الله بإذن الله القادم نعوض بإذن الله. أخيرا، تفاجأت بأسلوب الفتح، الضغط على حامل الكرة في منتصف ملعب النصر؟ صح، لا لا، هذا بالعكس، إن شاء الله مع الوقت راح نعدلها ونصلحها، وبإذن الله القادم أفضل بإذن الله. شكرا خالد حبيبي، العفو. شكرا للمميز خالد الغنام.